السلام عليكم طلابي الاعزاء اهلا وسهلا بكم بالمحاضرة رقم اثنين من الفصل الرابع، احبائي اخذنا بالدرس الاول اللي هو المحاضرة الأولى بالفصل الرابع الدوال الدائرية، طلابي الاعزاء انصح كل الطلاب انه هاي المحاضرة ما اريدك تشوفها وعايف للمحاضرة الأولى، المحاضرة الأولى اللي هي اخذنا بها زوايا الإسناد واخذنا بها شنو؟ اخذنا بها دائرة الوحدة، فذني لازم تحفظوهن زائد تفهموهن على دائرة الوحدة، يلا تجيني للمحاضرة الثانية اللي هو اليوم درسي القياس الرئيسي للزوايا الدائرية، نذكر وياكم بالمحاضرة السابقة زوايا الإسناد اللي اخذناها اخذنا 30 و 60 و 45، واخذنا دائرة الوحدة راح نذكر بها سريع حتى إن شاء الله نبلش بدرسنا. شنو اخذنا بالدرس السابق اخذنا الجدول صح لو لا اخذنا هذا الجدول طبعا شنو عندك هذا الجدول بي عندك يحتوي لك طبعا هذا ساين وهذا كوساين اوكي ف هنا اخذنا بعد شنو اخذنا 30 30 ايش قلنا هذا طبعا هنا 60 30 شنو عندك 60 وبالدائري راح تكون باي على 6، صح لو لا؟ واخذنا 60 ستين. هذا ستيني، اما بالدائري راح يكون باي على شقد؟ على 3. واخذنا 45 بالتقدير الستيني، هذا راح يكون بالتقدير الدائري باي على 4. زين، احنا هنا لازم نطلع شنو؟ نطلع الساين والكوساين. يعني من تسمع يقول لك ساين 30 راح يكون 1 على اثنين اما الكوساين مالتها راح يكون جذر ثلاثة على اثنين الستين راح يكون الساين مالتها جذر 3 على 2 اما الكوساين 1 على 2 ال 45 الساين مالتها والكوساين نفس القياس اللي هو 1 على جذر 2 1 على جذر 2 هذا اللي اخذناه بالجدول زوايا الاسناد قلنا لازم ذني نحفظهن يعني انت لازم فاهمهن وحافظهن وجاي للمحاضره الثانيه زين بعد شنو اخذنا اخذنا انا وياك دائره الوحده هسه راح ارسم لكم رسم كلش بسيط حتى أه نفهمها انا وياك دائره الوحده أه شنو اخذنا بيها طلاب طلابي الاعزاء هنا قلنا هذا ال ال الضلع الابتدائي اللي هو ينطلق من الصفر هذا راح يكون صفر اما هنا راح يتحرك طبعا يتحرك شويه راح يصير 30 45 60 اللي هم ذول اخذناهم اما هنا راح يكون شنو عندك راح يكون 90 هنا راح يكون 180 وهنا راح يكون 270 وهنا يرجع علما 300 60 واضح راح يرجع ال 360 هاي بالتقدير الدائري مالتها راح يكون باي على ايش قد باي على 2 اما هاي راح يكون هنا شنو عندك باي اما هاي هنا ايش راح يكون 3 تلا... باي على ايش قد على 2 وهاي عندك هنا يكون 2 باي واضح راح يكون شنو عندك 2 باي زين بهذا الاتجاه الموجب لمحور السينات راح يكون عندي ايش راح يكون؟ راح يكون عندي واحد بصفر قلنا دائرة الوحدة اتحرك وحدة واحدة منها وحدة واحدة فراح يكون على محور السينات واحد بصفر ومنها وحدة واحدة راح يكون بالاتجاه الموجب لمحور الصادات راح يكون صفر بواحد وهذا الاتجاه بالاتجاه السالب لمحور السينات راح يكون عندك سالب واحد بصفر أما بالاتجاه السالب لمحور الصادات راح يكون عندي صفر بسالب واحد راح يكون صفر بسالب واحد زين احنا اخذنا بعد شغلة كلش مهمة واكدنا عليها اللي هي النقطة المثلثية من جبناها النقطة المثلثية راح يكون عندي الاكس يكون عندي كوساين والساين راح يكون عندي يمثل لي الواي فهنا راح يكون عندي بهذا الشكل يعني راح يكون هنا عندي كوساين وهنا عندي ساين اما هنا هم نفس الحاله راح يكون عندي كوساين وهنا عندي ساين وهنا نفس الحاله كوساين وهنا عندي ساين وهنا هم عندك كوساين وهنا عندك ساين واضح الفكره طلاب هذا كله اخذناه بالدرس السابق زين يعني هسه من اقول لك مثلا كوساين التسعين، كوساين التسعين صاير بالاتجاه الموجب لمحور الصادات اللي هو يبدي لك صفر بواحد. الصفر هو الكوساين، فبالتالي راح يكون كوساين التسعين صفر، اما ساينها راح يكون واحد. ومثلا عندك الكوساين الـ 180، كوساين 180 راح يكون عندك سالب واحد. واضح الفكره وهكذا تقدر تحفظ بقيه الزوايا زين هذا اللي اخذناه كله بالدرس السابق اتمنى انه انت ضابط المحاضره الاولى يلا تجي للمحاضره الثانيه هسه هذا راح نمسحه ما احتاجه بعد انتبهوا وياي اليوم درسي كلش مهم طلاب هذا الدرس يعني حتى اوصل لك الاهميه مالته انه ذن الملاحظات اللي راح اخذ لك اياهم اليوم وبالمحاضره القادمه موجودات عندك بالسادس علمي نصا، نصا نصا اعطيهن لطلاب السادس علمي، يعني بمعنى انه هذا الموضوع مهم جدا بالسادس علمي، يعني نفس ذن الملاحظات اشرح للسادس علمي بالفصل الاول لموضوع اسمه ديموفر وروح اسئلو طلاب السادس قول لهم شنو القياس الرئيسي للزوايا الدائرية يقول لك انه هذا الموضوع نحتاجه بمبرهنه ديموفر فكلش طلاب هذا الموضوع مهم اتمنى انه المحاضره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ذني كلش مهمات واساس الك مثل ما قلنا انه هذا الفصل مهم جدا زين هذا الموضوع القياس الرئيسي راح اقسمه لك الى قسمين، القسم الاول سوف نقسم الزوايا الى قسمين، هواي راح يصير عندك تساؤلات، وهواي راح يصير عندك اسئله، بس خليك شويه صبور وياي بالمحاضره حتى اقدر اوصل لك المعلومه بشكل صحيح، زين، طبعا القياس الرئيسي اكو هواي اساتذه من استاذ عن استاذ يختلف بشرح هذا الموضوع. بس هي بالنتيجة هو كل الطرق هي صحيحة وكلها كلها نتيجة واحدة فأخاف تشوف أنه دا أشرح لك بطريقة ثانية والأستاذ اللي يشرح لك بالمدرسة بطريقة أو المدرسة فهي كلها صحيحة ومضبوطة مية بالمية فانتبهوا علي يا طلاب عدي هنا القسم الأول القسم الأول إذا كانت الزاوية عدد صحيح ليست كسرية وهي على ثلاثه انواع وهي على ثلاثه انواع القسم الاول اذا كانت الزاويه عدد صحيح ليست كسريه شوف طلاب يعني شنو يقصد الزاويه خاف واحد مثلا ما يعرف شنو يعني زاويه انتبهوا وياي طلاب باوع باوع باو. ناخذ مثال الاول مثلا ساين مثلا ساين هاي الزاوية مثلا أكتب هنا خل أكتب أربعة باي أربعة باي إذا كانت الزاوية عدد صحيح أوكي الأربعة شنو عدد صحيح إذا كانت الزاوية عدد صحيح ليست كسرية، الأربعة مو كسر، واضح الفكرة؟ زين، وهي على ثلاثة أنواع راح نأخذ أولاً: إذا كانت مع الباي، إذا كانت مع الباي عدد صحيح، شوف شوف، إذا كان مع الباي عدد صحيح اللي هو الأربعة، عدد صحيح زوجي وموجب، الأربعة عدد صحيح وزوجي وموجب، أربعة عدد صحيح يعني مو كسر وموجب وعدد زوجي، الأعداد الزوجية اللي هي اثنين طبعا الصفر والاثنين وال بعد شنو عندك؟ والأربعة والستة صح ولا لا؟ وهكذا بالنسبة للأعداد الزوجية، زين، خلينا نكمل هنا إذا كانت الزاوية عدد صحيح زوجي موجب أوكي فيكون القياس الرئيسي للزاوية يساوي صفر حلو هاي كلش مهمة طلاب هاي يساوي صفر يعني القياس الرئيسي للزاوية إذا كان وقت راح يكون يساوي لي صفر الزاوية إذا كان عدد صحيح إذا كان عدد زوجي، إذا كان موجب، ثلاث شغلات تحفظهن، عدد صحيح وعدد زوجي وموجب، فبالتالي ايش راح يعطيني الناتج؟ راح يعطيني ساين، اكتب ساين، هذا هاي هنا طلاب اعيد لك اياها، هاي الاربعه عدد صحيح مضروب بالباي وزوجي وموجب هذا شو اسوي مباشرة واكتب مكان صفر، احذفه هو والباي. احذفه شنو؟ هو والباي، راح يصير عندي ساين الصفر، ساين الصفر صاير بهذا الاتجاه لمحور السينات الموجب. كوساين وساين، راح يكون واحد بصفر وبالتالي ايش راح يعطيني النتيجه؟ راح يعطيني صفر زين هسه اعتبر انه هاي شرحت لك الطريقه كبدايه هسه راح اعطيك امثله بس اصبر عليها شويه بس دقيقه وياي خلي بالك وياي خلي بالك وياي اسمع اسمع مثلا اعطيك هنا اقول لك كوساين اقول لك كوساين ثمانية باي كوساين ثمانية باي، أولاً ال ال الثمانية مضروب بالباي، عدد صحيح، الثمانية عدد صحيح وزوجي وموجب، عدد صحيح زوجي وموجب، زين، إذا كان هذا يحقق لك الشروط الثلاثة أنه عدد صحيح وزوجي وموجب، فيكون القياس الرئيسي للزاوية يساوي صفر. يعني بمعنى انه مباشرة شسوي احذف الثمانية باي وش اكتب مكانها؟ مباشرة اكتب كوساين اقف دقيقة خلنا نمسح هذا هذا ما احتاجه اكتب مباشرة اكتب انزل هنا الكوساين فعدد صحيح زوجي موجب مضروب بالباي احذف وعوض مكان صفر فيكون القياس الرئيسي للزاويه يساوي صفر واضح الفكره فيكون القياس الرئيسي للزاويه يساوي صفر زين كوساين ساين كوساين سا كو الصفر ايش قد واحد مثل ما قلت لكم انه هاي المحاضره ليش تشوفها هذا دا ما حافظ دارة الوحده والقياس الرئيسي للزوايا اللي هو شنو عندي زوايا الاسناد فهنا راح يكون شنو عندك راح يكون موجب واحد اخذ لك بعد امثله حتى تضبط ليها اياها زين ثلاثه ثلاثه اخذ لك مثلا ساين آه، 12 باي 12 باي ال 12 مضروب بالباي عدد صحيح وزوجي وموجب عدد صحيح زوجي موجب مباشرة يكون القياس الرئيسي للزاوية صفر احذف الباي احذفه هو والباي وعوض مكانهم شنو صفر فراح يكون عندي كوساين صفر واضح فهنا سويت تاني حذفت ال 12 باي عوضته مكانها شنو صفر واضح طلاب عوضته مكانها شنو صفر فراح يكون عندي كوساين الصفر آه لحظه لحظه هنا الساين هو يبقى نفسيته ثواني هذا العفو، هذا راح يكون ساين نفسيته، واضح طلاب؟ إذا هنا عندي ساين 12 باي، إذا 12 عدد صحيح زوجي موجب أحذفه مع الباي وأكتبه مكانه صفر، الساين تبقى نفسها، فراح يكون عندي ساين الصفر، راح يكون شنو عندي؟ صفر. واضح؟ ساين الصفر شنو؟ صفر. تمام طلاب؟ أعطيك مثال أخير. حتى اطمئن انه من شرحت لك هاي الملاحظه انتهت بعد ما تروح تدور وراي. اعطيك مثلا كوساين آه 22 باي 22 باي اولا ال 22 عدد صحيح عدد صحيح يعني مو كسر يعني مو كسر واضح وزوجي وبعد شنو وموجب احفه واكتب مكانه صفر طبعا نحذفه هو والباي نحذفه هو والباي اذا هنا سوي له حذف هو والباي اذا راح اكتب هنا كوساين الصفر كوساين الصفر راح يعطيني ايش واحد اذا القسم الأول إذا كانت الزاوية عدد صحيح ليست كسرية وهي على ثلاثة أنواع، النوع الأول إذا كان مع الباي عدد صحيح زوج موجب فيكون القياس الرئيسي للزاوية يساوي صفر. هذا انتهينا من عنده، نروح إلى النوع الثاني من الزوايا. أخذنا شنو؟ اخذنا الزوجي، راح ارجع اخذ لك اذا كانت مع الباي عدد صحيح، هميا يعني اوكي، عدد صحيح يعني مو كسر، بس هنا ايش راح يكون؟ راح يكون فردي، راح يكون فردي، واضح؟ راح شو يكون؟ راح يكون فردي موجب فيكون القياس الرئيسي للزاوية يساوي باي. اعطيك مثال، انتبهوا وياي. أعطيك مثال حتى تضبط ليها زين أولا أقول لك مثلا كوساين ثلاثة أه باي أوكي أباوع للرقم المضروب بالباي هذا الرقم مضروب بالباي عدد صحيح عدد صحيح يعني مو كسر لكن شنو هنا عندي فردي الواحد الثلاثة الخمسة السبعة التسعة وهكذا الأعداد الفردية إذا هذا عدد صحيح فردي مضروب بالباي وموجب زين إيش راح يكون القياس الرئيسي أقل له هنا كوساين كوساين هاي أحذفها مباشرة وأكتب مكانها باي واضح إذا فيكون القياس الرئيسي للزاوية يساوي لي باي واضح يساوي لي شنو يساوي لي باي زين كوساين باي الباي صاير بهذا الاتجاه لمحور السينات السالب يبدي لي السالب واحد بصفر كوساين بساين خلي يمك هسه الدفتر دفترك اللي انت مسويه وياي خليه يمك انه انت كاتب بالمحاضره الاولى من احكي حكايه قبل تباوع للرسم لدارة الوحدة تباوع قدامك حتى من أحكي المعلومة أنه أنت وياي إذا تحفظ هم تحفظ وضبط دارة الوحدة فبالتالي راح يكون كوساين 180 راح يكون القياس مالتها سالب واحد إذا هنا راح يعطيني سالب واحد زين ناخذ بعد مثال ثاني ناخذ ساين مثلا سبعة باي اوكي السبعة مضروب السبعة مضروب باي اللي هو عدد صحيح فردي وموجب مباشرة أحذفه وش أكتب مكانه؟ أكتب مكانه باي والـ لا حول الله ليش انا احول هاي هي اوكي ساين هي تبقى نفسها ساين اذا هنا راح يكون ساين الباي ساين الباي راح يكون عندي صفر ساين الباي راح يكون عندي شنو صفر باوع لها هسه صاير بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه لمحور السينات السالب بالبدايه كوساين وبعدين ساين الساين رح اكيد هذا راح يكون موجب سالب واحد أو بصفر اذا ساين ساين 180 راح يكون شنو عندك صفر واضح زين اخذ مثال ثالث حتى يكون الاخير انتبهوا وياي اخذ مثلا كوساين لا على تعيين مثلا 21 باي 21 باي اولا 21 عدد صحيح وفردي وموجب احذفه اكتب هنا كوساين هذا يحذف واكتب مكانه شنو اكتب مكانه باي اذا كوساين باي راح يكون سالب واحد واضح واضح حبايبي تمام ان شاء الله ضبطتوا هذا واضح اذا عندي ملاحظتين الملاحظه الاولى اذا كان مع الباي عدد زوجي موجب فيكون القياس الرئيسي للزاوية صفر يعني أشيل الأربعة مثلا باي ثمانية باي عشرة باي إذا كان عدد زوجي أكتبه مكانهم صفر وإذا كان فردي أحفه وأكتبه مكانه شنو باي زين الملاحظة الثالثة على القسم الأول، الملاحظة الثالثة قلنا هي وهي على ثلاثة أنواع، أخذنا النوع الأول والثاني، وهسه راح ناخذ الثالث، تقريباً الثالث هو نفس الأول والثاني، يربط لك ياهن بس شغلة كلش ضرورية، هسه بالنوع الأول والنوع الثاني موجب، إذا كان مع الباي هم عدد صحيح وراح يكون زوجي أو فردي، لكن شنو هنا؟ هاي مهمة لكن هنا راح يكون سالب لكن راح يكون هنا سالب دير بالك راح يكون هنا سالب راح يكون الزاويه هنا سالبه واضح اذا كان مع الباي عدد صحيح زوجي او فردي اخذناها بالحاله الاولى والثانيه ولكن سالب بالاولى والثانيه اخذناه شنو موجب سيكون القياس الرئيسي للزاوية كما في واحد واثنين، يعني نفس ال... شلون كنت تتعامل برقم واحد واثنين، بس هنا السالب اللي موجود بالزاوية شو اسوي له؟ تمام؟ ونتعامل مع السالب حسب القوانين التالية، ونتعامل مع السالب حسب القوانين التالية، اسمع وياي هاي مهمة راح تروح وياك بالخامس والسادس وياك ضرورية انه ذن القانونياً لازم تحفظهن تفهمهن اللي اكيد يعني احنا عندنا هنا لازم شنو نفهم كوساين والزاوية هسا ما اعرف الزاوية زوجية لو فردية بس هي راح تكون سالب زين يعني السالب بالكوساين شبي بالكوساين يحذف يختفي لانه الكوساين دالة زوجية كوساين دالة شنو؟ زوجية فهنا راح يكون كوساين للثيتا يعني بالكوساين السالب بيروح واضح طلاب؟ تمام أما بالساين السالب يطلع قبل الدالة فراح يكون سالب ساين ثيتا ليش؟ لانه الساين داله فرديه والكوساين داله زوجيه فالسالب يروح بالكوساين اما بالساين يطلع قبل الداله فيكون سالب ساين ثيتا فرح نعطيك عليها امثله حتى تضبط لي اياها زين لان هاي كلش مهمه راح نحتاجها هواي مو تنساها يمك بالدفتر خلي عليها مهم جدا تمام هسه طلاب انتبه عليه انتبه عليه انطيك علي. عليها امثله مثلا 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 انطيك هنا مثال هذا خل المسحه ما احتاج اسم هنا خل نكتب انتبه عليه مثال اول مثال ناخذ هنا مثال يقول مثلا كوساين مثلا سالب سالب عشرة باي سالب عشرة باي اوكي الزاوية سالب الزاوية شنو سالب الزاوية سالب زين هاي الزاوية سالب وهنا عندنا بالكوساين قلنا شنو السالب يروح بالكوساين السالب شبيه يروح فش راح يكون عندي راح يكون كوساين عشره باي راح يكون شنو عندي كوساين عشره باي بالكوساين السالب يروح فهنا عندك كوساين عشرة باي إذا نتعامل وياها حسب قاعدة واحد ليش؟ لأن العشرة عدد صحيح موجب عدد صحيح موجب وزوجي إذا مباشرة فيكون القياس الرئيسي صفر إذا راح يكون هنا عندك كوساين الصفر كوساين صفر وكوساين صفر ايش قد راح يعطيك هنا اخذناها راح يكون واحد مثال على الساين مثلا ساين سالب سبعة باي اولا نتخلص من السالب السالب يا اما يروح يا اما يطلع قبل الدالة بالكوساين يروح اما بالساين ينضرب في بداية الدالة يعني يصير قبل الدالة إذا هنا هاي ساين الساين قلنا قبل شوية الساين يطلع شوف الساين عندي هنا زاوية سالب السالب يطلع قبل الساين فش راح يكون راح يكون سالب ساين سبعة باي إذا هنا السالب ينزل ما له علاقة واضح السالب ينزل ما له علاقة هنا زين هسه هنا أريدك تنتبه عدد شنو حسب قاعده رقم اثنين عدد زوجي عفوا عدد صحيح فردي موجب اذا ايش راح يكون هنا؟ راح يكون عندك ساين باي واضح ساين باي ليش؟ لانه شلنا السبعه باي عوضنا مكانها شنو القياس الرئيسي اللي هو قلنا كمان نتعامل وياها قاعده رقم اثنين فراح يكون هنا عندي ساين مالتها راح يكون كله صفر السالف يعني اذا نضرب بالصفر فهو الصفر عنصر محايد واضح؟ فساين الباي اللي هي موجوده بهذا الاتجاه راح يكون عندي شنو؟ راح يكون صفر. هذا هو طلاب بالنسبه للملاحظه الاولى او القسم الاول من المحاضره، القسم الاول من الزوايا الدائريه. القسم الاول اريدك تحفظ لي زين ثلاث حالات اذا كانت الزاوية عدد صحيح ليست كسرية، يعني عدد صحيح يعني ما بيها كسور واضح الحالة الأولى والثانية والثالثة، هسا قول دني إن شاء الله ضبطناهن وبعد إن شاء الله ما ينخاف علينا، هسا نروح إن شاء الله للقسم الثاني. طلابي الأعزاء رجعنا وياكم للقسم الثاني، أخذنا بالقسم الأول قبل شوية قلنا إذا كان مع الباي عدد صحيح يكون أما زوجي يعني صحيح انه مو كسر يكون زوجي او فردي او يكون سالب واضح طلاب وتعاملنا وياها حسب الملاحظات اللي اخذناها هسه طلاب نروح للقسم الثاني القسم الثاني كلش مهم طلاب هذا مهم هذا مهم مهم جدا زي يقول اذا كانت الزاويه كسريه وهي على نوعين الزاويه ايش راح تكون راح تكون كسرية يعني كسر مو عدد صحيح شوفنا 2 باي على 3 مثلا سالب 11 باي على 6 وهكذا تكون اذا كسرية، زين اذا كانت كسرية راح تكون تنقسم لي الى قسمين، هذا طلاب انا علي نبهت انه هذا الموضوع مهم جدا وخلي بالك وياي هسه راح اخذ لك الملاحظة الاولى من القسم الثاني بالمحاضرة القادمة اخذ لك الملاحظة الثانية حتى ما يكون عليك لود بالملاحظات. تفهم خطوة خطوة وباية باية والعافية بالتداريج، يعني ما يصير انه كلنا نعطيك اياها لمحاضرة واحدة وتشبك عندك. واضح طلاب؟ مثل ما قلت لك خليك صبور وياي. زين اذا كانت الزاوية كسرية وهي نوعين، اولا اذا كان البسط اصغر من ضعف المقام. اذا كان البسط اصغر من ضعف المقام. نتبع النقاط التالية، زين أستاذ شنو البسط أصغر من ضعف المقام؟ خليك هسه ما راح أقول لك شنو، من آخذ لك المثال وأشرح لك راح تعرف هذا. زين، الخطوة الأولى من الخطوات إنه نأخذ الباي مع المقام لنجد قيمة الزاوية الذي تكون خاصة في كثير من الأحيان. أستاذ زين شنو هاي؟ ما راح اقول لك شنو لحد ما اشرح لك المثال والخطوة الثانية ثم نحدد الربع من العدد الذي يكون مع الباي في البسط بضربه في الزاوية الخاصة استاذ والله العظيم كل شيء ما افتهمنا وانا ادري بيكم كل شيء ما افتهمتوا بس من راح اخذ لك اسئلة راح تفهمها مية بالمية وتقول لي استاذ حيدر رحم الله والديك على هذا الشرح زين اول شغلة خلي ببالك انه الارباع الربع الأول الربع الأول عندي ساين وعندي كوساين هذا موجب هذا موجب. الربع الثاني عندي ساين وعندي كوساين هذا موجب هذا سالب. الربع الثالث ساين كوساين هذا سالب هذا سالب. عندي ساين كوساين هذا سالب وهذا موجب بالربع الاول كلهن موجب الربع الثاني راح يكون سالب موجب اللي هو كوساين سالب والساين راح يكون موجب بالربع الثاني اثنيناتهن سالب والربع الثالث الرابع الكوساين موجب والساين شنو السالب الساين سالب واضح هاي خليها ببالك ولا تنسال ياها طلاب واضح همين دير بالك عليها اكتبها يمك بالربع الاول كلهن موجب الربع الثاني موجب سالب موجب السالب منه هو الكوساين والموجب الساين بالربع الثالث سالب سالب يعني اثنين سالب الربع الرابع راح يكون موجب سالب يعني الموجب الكوساين والسالب والساين شنو سالب زين تعالوا وياي لهذا المثال نكتب هنا الحل اولا ناخذ كوساين اثنين باي على ثلاثة راح أجيك بهاي الملاحظة اللي, هاي اللي, كاتب لك إياها وما افتهمت من عندها خطوة خطوة أشرح لك إياها على هذا المثال أولا شنو يقول البسط أصغر من ضعف المقام خل ترجم لك هاي شنو البسط أصغر من ضعف المقام البسط إش قد القيمة مالته اثنين هذا البسط زين، وين المقام؟ المقام راح يكون ثلاثة، الضعف مالته إيش راح يكون؟ ستة، هو هذا معناها البسط أصغر من ضعف المقام، البسط أصغر من ضعف المقام، يعني مثلاً مثلاً لا على التعيين أربعة على خمسة، هذا بسط، وهذا مقام. مثلا خلينا نخلي باي هنا، البسط أصغر من ضعف المقام، زين شنو أستاذ أصغر من ضعف المقام؟ المقام ضعفه إيش قد يكون؟ عشرة، فالبسط بقى أصغر من مين؟ من ضعف المقام، واضح طلاب؟ زين، هسة نرجع للسؤال مالتنا، هسة افتهمنا نقول إن شاء الله أول شغلة إنه يكون البسط أصغر من ضعف المقام زين شنو استاذ اصغر من ضعف المقام المقام ضعفه ايش قد يكون عشره فالبسط بقي اصغر من من ضعف المقام واضح طلاب زين هسه نرجع للسوال مالتنا هسه افتهمنا نقول ان شاء الله اول شغله انه يكون البسط اصغر من ضعف المقام هذا ضعف المقام، المقام ثلاثة، ضعفه ستة، يعني البسط أصغر من ضعف المقام. وصلت الفكرة؟ إنه البسط اثنين، المقام الضعف مالته ستة، فاثنين أصغر من ستة، إذا هو هذا معناها، البسط أصغر من ضعف المقام. زين، نتبع النقاط التالية: أولاً نأخذ باي مع المقام. ناخذ باي مع المقام، وين هالباي طلاب؟ الباي هاي انتبهوا وياي، ناخذ باي، هاي الباي ناخذها ويا من؟ ناخذها ويا المقام، نسوي عزل، هاي الباي ناخذها مع المقام، وهذا الرقم المضروب بباي نوخره، ما لنا علاقة به، فهنا راح يصير؟ يقول هنا ناخذ باي مع المقام لنجد قيمة الزاوية الذي تكون خاصة في كثير من الاحيان فهنا من راح تضم الثنين ايش راح يصير عندك؟ راح يصير باي على ثلاثة، شوف شوف هذا اللي بحدد لك يا. باي على ثلاثة زين هي باي على ثلاثة من هي باي على ثلاثة لازم حافظها من الجدول اللي هي ستين اذن هاي زاوية شنو خاصة زين استاذ انت ليش سويت هيك خو مباشرة انه اقول كوساين اثنين باي على ثلاثة واطلع الناتج مالتها لا قلبي هاي مو زاوية خاصة احنا عندنا الزوايا الخاصة هسا واحد يقول استاذ مو ميتين وسبعين هاي لا ميتين وسبعين ثلاثة باي على اثنين زين استاذ هاي ما اقدر انه اطلعها مباشره كوساين اثنين باي على آه على ثلاثة ما اقدر اطلعها هي ما تقدر لا هي من الجدول ولا هي من زوايا شو اسمه دائره الوحده اذا هاي مو خاصه زين استاذ شلون اخليها خاصه تخليها خاصه تجيب الباي تاخذها مع المقام فصارت باي على ثلاثة باي على ثلاثة من هي 60 واضح باي على ثلاثة ستين، واضح؟ هنا راح يكون طلاب، انتبهوا ياي انتبهوا ياي فهنا راح يصير كوساين، كوساين باي على ثلاثة زين، كوساين الستين، إيش قد عدي؟ عدي ساين الثلاثين نص وكوساينها جذر ثلاثة على اثنين والساين مال ال60 هو جذر 3 على 2 وساينها ايش قد؟ نص واضح؟ العفو ساين مال ال60 راح يكون جذر 3 على 2 وكوساينها 1 على 2 اذا كوساين ال60 1 على 2 1 على 2 طيب اولا اخذت هاي هسه بعدنا ما كملنا بس خلي بالك شويه وياي بس باول مثال راح تفهمها ناخذ باي مع المقام، اوكي، حددت باي مع المقام، جيد. لنجد قيمة الزاوية الذي تكون خاصة في كثير من الأحيان، إذا هي صارت باي على 3، من هي 60؟ كوساين ال 60 هو إيش قد؟ طبعاً هاي باي على 3 إنه أنا أعرفها، هذا دائري وهذا 60 يمثل لي شنو معناها؟ يمثل لي ال 60، إذا كوساين 60 إيش قد عندي؟ 1 على 2. هاي الخطوة الأولى. الخطوه الثانيه كلش مهمه ثم نحدد الربع من العدد الذي يكون مع باي في البسط بضربه في الزاويه الخاصه ما فهمت تعال وياي تعال وياي تعال 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 تعال, 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 تعال. خلي اسوي لك توضيح هنا خلي اسوي لك توضيح تمام حقك انه لازم تعرف تشوف هاي الثنين شوفها لو ما تشوفها حلو شفتها نقول له ثنيا في هاي الثنين بين المضروب مضروب في باي على ثلاثة الثنين مضروب في باي على ثلاثة زين باي على ثلاثة من هي ستين فراح تقول له ثنيا في ستين خلي اسوي لك اياها خلي اسوي لك اياها قلبي بس خلي بالك شوية وياي والله أعرف أنه لحيت بالموضوع بس والله لمصلحتك انتبهوا وياي هاي يلا بس خلي بالك وياي اثنين في اثنين هاي اثنين وباي على ثلاثة زين هي هنا راح تكون اثنين في باي على ثلاثة من هي ستين فهنا راح يكون اثنين في ستين زين 2 في 60 الصفر ينزل، 2 في 6 12، زين 120 بيا ربع الربع الأول من صفر لل90 والربع الثاني من 90 لل180، فال 120 محصورة بين ال90 وال180، هاي الأرقام المحصورة الزوايا، يعني لا عبرت لا أقل من ال90 ولا عبرت ال180، فال 120 بيا ربع الربع الثاني أكتب هنا تقع في الربع الثاني، طيب الربع الثاني إشارة الكوساين والساين شنو؟ هذا سالب هذا موجب، زين حلو اللي جاي الأمور طيبة إن شاء الله، زين أنا شنو عندي؟ عندي كوساين لوساين، عندي كوساين فهنا ايش راح يكون الناتج؟ سالب اشاره الربع، شوف هنا ثم نحدد الربع من العدد الذي يكون مع باي، العدد الذي يكون مع باي، اذا نضربه في الزاويه الخاصه اثنين في باي على ثلاثه، الباي على ثلاثه هي سته، في العفو 60، اثنين في 60 120 120 بيا ربع الربع الثاني، الربع الثاني سالب موجب. سالب موجب يعني إشارة الكوساين بالربع الثاني سالب وهنا تخلي سالب يم الواحد على اثنين واضح؟ واضح الفكرة؟ هسا هذا بالنسبة للمثال الأول إن شاء الله صراحة راح أخذ لك بعد أمثلة خليك تضبط ليها مية بالمية هسا هذا المثال اكتب ليها هذا المثال الأول اكتبه أريد أكتب الثاني حتى أوضحه يلا سبع هسه هذا المسحة، حتى راح أشرح لك مثال رقم اثنين، وإن شاء الله مثال رقم اثنين راح توصل المعلومة كاملة. هسه تقريباً خلينا نقول خمسين إلى خمسة وعشرين بالمية افتهمت، وأنا إن شاء الله بالمثال الثاني راح تفهم تقريباً خمسة وسبعين بالمية. مثال رقم اثنين، مثال رقم اثنين، انتبه وياي. شو يقول هنا؟ يقول ساين سالب 11 باي على 6 انتبهوا وياي يعني. قبل شوية أخذنا بالقسم بال... الأول ملاحظة إذا كانت الزاوية سالب بالكوساين تروح بالساين شبيها تطلع قبل الساين فهنا أول شغلة دير بالك السالب هذا السالب يطلع يطلع قبل الساين فراح يصير سالب ساين 11 باي على 6 الزاوية سالب، وبالساين يطلع قبل الساين السالب، تمام، صارت عندك 11 باي على 6. طيب، نجي هنا يقول إذا كان البسط أصغر من ضعف المقام، زين، البسط 11، المقام الضعف مالته إيش قد يصير 12؟ صدق، البسط أصغر بعد من المقام، المقام الضعف مالته هو 12، فراح يصير البسط أصغر من ضعف المقام، شوف هنا البسط 11. المقام الضعف مالته ما 12 فالبص اصغر من ضعف المقام خلاص هاي اول شغله افتهمناها ان شاء الله بعد ما ننساها الخطوه الاولى بخطوات الحل اولا ناخذ باي مع المقام ناخذ باي مع المقام انتبهوا وياي وين الباي وين وينه هذا الباي هذا الباي ناخذه مع المقام نسوي عزل هذا الرقم اللي مضروب بالباي نعزله صارت باي على ستة زين <applause> الذي تكون خاصة في كثير من الأحيان 11 باي احنا ما عندنا زاوية خاصة عندنا باي على ستة على باي على ثلاثة باي على أربعة باي على اثنين وثلاثة باي على اثنين والباي واثنين باي صح لو مو صح هاي زوايا الخاصة الجدول وزوايا الاسناد اللي هي دائرة الوحدة، إذا باي على باي على 6 من هي؟ باي على 6 هي 30، حلو، زين أستاذ شلون عرفت؟ لأن باي على 3 بالتقدير الدائري، العفو باي على 6 بالتقدير الدائري، وال 30 هو شنو؟ تقدير 60، وقلنا ذني هنا حتى كتبناها بالمحاضرة الأولى هنا، أنا آه لسه أذكر هنا كتبناها اللي قلنا بالتقدير الدائري والـ 60 لازم تحفظوهن. باي على 6 هي 30، باي على 3 هي شنو؟ 60، هاي دير بالك عليها، زين، فهنا السالب ينزل، فايش راح يصير؟ راح يصير سالب ساين اه باي على على ايش قد؟ على 6. واضح؟ فهنا السالب ينزل، اوكي؟ تمام، السالب هنا ينزل، او خل اكتب لك اياها هنا. خل اكتب لك اياها هنا. وياي السالب ينزل فساين باي على ثلاثة باي على ستة هي ثلاثين ثلاثين ساين هشقد راح يكون واحد على اثنين ساين باي على ستة واحد على اثنين وهذا السالب نزل زين الخطوة الثانية نحدد 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 الربع من العدد الذي يكون مع باي في البسط بضربه في الزاوية الخاصة، يعني شنو استاذ؟ تعال خلنا اسوي لك توضيح، شوف هذا اللي ال11 شوف هذا ال11 هذا 11 اللي هو مضروب بمن؟ في الباي هذا بالزاوية، اوكي؟ 11 باي اللي هي 11 مضروب بالباي على ايش قد؟ على 6 زين 11 ينزل في الباي على 6 من هو 30 اوكي، فهنا الصفر شبيه ينزل، فراح يكون هنا 3 في 11، 33. إذاً هنا 330 بيا ربع، يعني أكبر من 270 وأقل من 360 بالربع الرابع، بالربع الرابع، يعني أكبر من 270 وأقل من 360 بالربع الرابع. إذاً هنا نكتب: تقع. في الربع الرابع زين، بالربع الرابع عندي شنو؟ كوساين وعندي ساين، هذا موجب وهذا سالب، واضح؟ هذا شنو عندي؟ موجب وهذا سالب، زين، أنا شنو عندي هنا؟ عندي كوساين وسالب، عفوا ساين. الكوساين بالربع الرابع موجب والساين بالربع الرابع شنو سالب اذا هنا راح تخلي لي راح تخلي لي سالب ليش لانه 11 باي 11 في باي على 6 330 بالربع الرابع بالربع الرابع الساين شنو اشارته سالب اذا تخلي هنا سالب ويساوي سالب بالسالب راح يكون موجب اذا راح يطلع واحد على اثنين إذن هذا من يجيك سؤال بالامتحان يقول لك احسب ساين سالب 11 باي على 6 تقول له بهذه الطريقه واضح طلاب هسه <applause> راح اخذ لك بعد همين مثال حتى تضبط لي اياها زين ان شاء الله بالقسم الثاني راح اكمل لكم بالمحاضره القادمه <applause> زين انتبهوا وياي هسه راح ان شاء الله تضبط لي اياها شوي شوي فمثل ما قلت لكم العافيه بالتداريج انتبهوا وياي حطيك بعد مثال ثالث هذا الامثله يعني قبل لا امسحهن اكتبهن كل شيء هذا شنو اكتبه هنا لك على الشاشه هذا لازم ينكتب اي كلش مهم هسه اخذنا احنا مثالين راح ناخذ هنا ثلاثه ضيف هنا المثال الثالث كوساين سبعه باي على اربعه ان شاء الله هسه اذا انت نوعا ما افتهمت 75% حاول حل قبل لا انا احله واضح تعال وياي الحل تعال هنا تقول لك كوساين 7 باي على 4 اولا البسط اصغر من ضعف المقام البسط 7 المقام الضعف مالته 8 اذا البسط اصغر من ضعف المقام هاي هذا القسم الاول ناخذ باي مع المقام وين هالباي هاي الباي هاي الباي ناخذها مع المقام صارت خاصة إذا هنا راح يكون كوساين سبعة أو العفو باي على شقد على أربعة كوساين باي على أربعة شوف عزلنا السبعة أخذنا باي اخذنا الباي مع على المقام اللي هو أربعة اذا صارت خاصة باي على أربعة من هي 45 دير بالك 45 درجة بالتقدير الستين وهذا تقدير دائري اذا هنا ايش راح يكون دير بالك كوساين باي على أربعة ايش اللي هو واحد على جذر اثنين واحد على جذر اثنين الكوساين مالتها واضح زين تعال هسه نحدد الربع تعالوا وياي هنا نحدد إشارة الربع إشارة الكوساين بيا ربع انتبهوا وياي تقول له سبعة في باي على أربعة جيد إذا السبعة ينزل زين باي على أربعة من قلنا خمسة وأربعين أوكي هسه هنا تضرب خمسة في سبعة راح يكون خمسة وثلاثين وثلاثة باليد 4 في فيش قد؟ 4 في 7 راح يكون 28، و 3 راح يكون 31، إذا هنا 315، 315 بيا ربع، صحيح كلام الولاء جيد، صح ضربها صحيح، إذا هنا 315 بالربع الرابع، أكبر من 270 وأقل من 300، إذا هنا تقع، تقع في الربع. الرابع تقع في الربع الرابع اذا اشاره راح يكون هنا كوساين وراح يكون ساين هذا موجب هذا سالب اوكي بالربع الرابع الكوساين موجب والساين سالب اذا انا شنو عندي عندي كوساين فهذا راح يكون موجب هذا هو بالنسبة لحل هذا السؤال أخذنا ثلاث أسئلة على هذا القسم إن شاء الله بداية المحاضرة الثانية اريد من عندكم تحلوا لي هذا الواجب هذا ضيفوه رقم أربعة هذا واجب أربعة اريد الحل مالته اللي هو خمسة باي على خمسة باي على مثلا على ثلاثة اوكي هذا اريده واجب او خلينا نكتب الزاوية بالبداية خلينا ناخذ لك كوساين اوكي هذا رقم أربعة كوساين خمسة باي على ثلاثة أريد هذا واجب من عندكم اوكي بداية المحاضرة الثالثة إن شاء الله أعيد لك الشرح مالته وهنا أضيف لها سالب أضيف لها سالب اوكي فراح يصير كوساين سالب كوساين سالب خمسة باي على ثلاثة هذا واجب دير بالكم على السالب أريد تضبطوا لي هاي المحاضرة وحتى إن شاء الله بالمحاضرة الثالثة راح تضبطوه أكثر وهنا إن شاء الله كملنا إحنا هذا الموضوع ان شاء الله بالمحاضره القادمه نكمل نختمه هو وتمارينه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكه الانترنت www.almarja.com المرجع الالكتروني طريقك نحو المعرفه